اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية في السادسه. سعيد الحقيقه وبتشرف انه اول حلقه نطل بيها على جمهور النادي الاهلي في السادسه يكون معانا واحد من رموز النادي الاهلي اللي سابوا بصمه او بصمات كبيره جدا، مشوار طويل جدا قضاه داخل جدران القلعه الحمراء. والحقيقه يمكن هي الموضوع ده نسبي شويه، لكن انا بشوف ان هو بينتمي لجيل هو جيل العظماء، تعرف بوحش افريقيا، حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن اكرامي، ضيف اول حلقه لينا في السادسه. بشكره على تشريفه لينا، واهلا وسهلا بك يا كابتن اكرامي. اهلا بك يا حبيبي، كل سنه وانتم طيبين. بحبك على كل مستويات الحقيقه، وبتشرف بوجودي معاك النهارده في السادسه. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يخليك حبيبي. بدايه 48 ساعه شهدت انطلاقه القناه في شكلها الجديد، عايز اعرف بس رايك ايه في اللي شفته اليومين اللي فاتوا. لا بص، طبعا هي حاجة جميلة جدا التجديد اللي حصل في القناة، أو الصورة الجميلة اللي ظهرت بها القناة في اليومين اللي فاتوا دول، وأتمنى يا رب يكون اللي جاي أحسن من اللي فات إن شاء الله. يعني أنت تطلب إيه أو مستني إيه من قناة النادي الأهلي؟ مستني إنها ربنا يكرمها ويوفقها يعني، والقائمين عليها ربنا يكرمهم ويوفقهم إن شاء الله. بشكرك، أنا عارف إن حضرتك صايم وجيت الحمد لله النهارده وانت صايم، ربنا يتقبل ان شاء الله. يا رب يا رب، منا ومنك انت وكل حبايبك. هبتدي معاك، بس هرجعك فلاش باك كده عنيف شويه للبدايات خالص. قصه اكرامي ابتدت ازاي مع النادي الاهلي؟ والله بص، انا بترجع كتير يا كابتن اكرامي؟ طبعا كتير قوي، يعني احنا بنتكلم بقى في 50 سنه فاتوا. وفاكرها فاكر بداياتها؟ طبعا الحمد لله لسه ما وصلناش لمرحله الزهايمر، يعني انت لسه شباب، ده لسه بقول لك انت جاي فورمه النهارده الحمد لله. بدايه زي اي لاعب كره في مصر، بدات في شوارع حلميه الزيتون. انا من حلميه الزيتون، وكان في جار لينا رحمه الله عليه اسمه عم جمعه سرحان. عم جمعه سرحان ده كان كشاف للنادي الاهلي، اللي احنا بننادي بيهم دلوقتي ان نرجع تاني الكشافين تاني. اللي هم يجوبوا الاحياء والقرى عشان يطلعوا المواهب زي ما احنا طلعنا يعني. فشافني وانا بلعب، عرض عليا الانضمام للنادي الاهلي. طبعا في البدايه قلت ده بيضحك عليا يعني، النادي الاهلي يعني ده حاجه كبيره يعني، مره واحده النادي الاهلي. كان صعب شويه. ولا فعلا بقى صادق في كلامه، فعلا خدت بعضي ورحت النادي الاهلي وقابلت رحمه الله عليه. على فكره كل اللي هقول اساميهم دول رحمه الله عليهم، يعني عشان بس ما حدش يتضايق مني يعني. كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال، وقال لي بتلعب ايه؟ انا بيني وبينك كنت رافض مبدا حراسه المرمى. انت ما كنتش رايح الاهلي تبقى حارس مرمى؟ هو عم جمعه موديني حارس مرمى، بس انا قلت للكابتن مصطفى حسين لا انا بلعب لعيب يعني. لان في الوقت دوت كان اللي ما بيعرفش يلعب يقول له ايه؟ اقف جول. فقال لي طيب. نزلنا في التقسيمه، هي دوبك بالظبط ثلاث اربع كور، كوره نطيت لعبتها بدماغي، وكوره راح مناديني قال لي تعالى، راح مديني فانيلا بكم كده، قال لي البس دي واقف في الجول. رحت واقف في الجول برضه ما فيش، اترميت على كره وكره خدتها عليها، راح مناديني وراح ممضيني على استماره. الانضه دي هي اللي قعداني في النادي الاهلي لغايه دلوقتي. ما كانش في لا عقود ولا حاجه من دي، هي كانت استماره انضمام. وبدات الكلام ده كان عندي 14 سنه. ابتديت مع مين لما ابتديت تلعب؟ كان مين من نجوم النادي الاهلي معاك في نفس الفرقه؟ لا ما كانش في حد خالص في الـ في الـ في الجيل ده، او الجيل بتاعي اللي هو كان تحت 14 سنه سنة 69. ما كانش في حد من اللي كانوا معايا كملوا. لكن اللي بعدية الجيل اللي هو كان أكبر مني اللي لعبت معاهم كملوا بقى. يعني كان الجيل اللي أكبر مني مصطفى يونس، وبعدين محمود الخطيب. كانوا جابوه من نادي النصر، و والله تقريبا هم دول مصطفى عبده كان أكبر مننا شوية، زيزو كان أكبر مننا شوية، معلش مع حفظ الالقاب يعني. طبعا كلهم كبات دول اسماء يعني، اسمائهم لوحدها القاب. كل بقى الناس الثانيه كانوا اكبر مننا. فده الجيل من البدايات للنهارده. كابتن اكرامي بتشوف ازاي التطور اللي حصل في النادي الاهلي والتطور اللي حصل في الكوره والرياضه بشكل عام؟ الدنيا اختلفت. ما اقدرش اقارن بين الوقت بتاعنا والوقت دوت. لا، كل في متغيرات كتير حصلت، متغيرات كتير، سواء في البيئه، سواء في الامكانيات، سواء في التكنيك، سواء في طرق اللعب، حاجات كتير، الادوات، حاجات كتير، الملاعب.
المتعه بتشوفها واحده في الزمانين. يعني انتوا كنتوا انتوا بتلعبوا وانتوا بتمثلوا النادي الاهلي وانتوا بتروحوا في افريقيا، حاله الاستمتاع باللعبه نفسها لو عملنا مقارنه بين دلوقتي مع وجود بقى سوشيال ميديا وقنوات اعلاميه متخصصه، بتشوفها ازاي؟ تحب كنت تلعب في الزمن ده اكتر ولا لا؟ احب ان انا اكون في الزمن بتاعي اللي انا لعبت فيه. الزمن اللي انت لعبت فيه، الزمن اللي لعبت فيه الواحد كان بيستمتع جدا بالرياض بالكوره عموما. يعني انا ما افتكرش ان مبارياتنا سواء في استاد القاهره او في استاد اسكندريه او في المحله او في المنصوره او في بورسعيد او في اسماعيليه او في السويس كان الاستادات بتبقى مليانه عن اخرها. فكان في نوع من المتعه الكبيره جدا بالنسبه لنا. طرق اللعب اتغيرت، الامكانيات اتغيرت، لكن المتعه بتاعت انا بالنسبه لي انا كشخصيا، لا المتعه بتاعتي كانت في وقتنا في الجيل بتاعنا. السوشيال ميديا معلش يعني مع احترامي بقى، السوشيال ميديا خربت كتير في الرياضه، خربت كتير في الاخلاقيات، خربت كتير في العادات بتاعتنا. لا السوشيال ميديا ليها تاثير كبير جدا، سلبي وتاثير سلبي. مفيش شك تاثير سلبي طبعا، يعني اللي عايز يزعل يزعل. النهارده السوشيال ميديا بتحرك انديه، بتحرك رؤساء انديه، بتحرك مديرين فنيين. فلا على ايامنا ما كانش فيه الكلام ده، كان مجلس الاداره، المدير الفني، الجهاز الفني لهم الحريه المطلقه في اتخاذ جميع القرارات بدون خوف. حاله الشحن اللي يمكن بقت زايده عن اللزوم حتى بين الجماهير، تفتكر ليها علاقه بكل المتغيرات دي؟ طبعا. يعني انتوا اياميكوا وانتوا بتلعبوا طول عمر في اهلي وزمالك واسماعيلي كنت بتشوف حاله الشحن زياده عن اللزوم؟ بص هقول لك على حاجه، احنا كنا بنروح اسماعيليه او بورسعيد او السويس وات ايفر في اي حته، يعني الجمهور بيهيص علينا، لكن بيهيص علينا وخلاص. واول ما بيبدا المباراه بيشجع فرقته خسرت بيشجعنا. يعني لا الشحن الزائد بالنسبه للسوشيال ميديا هي اللي وصلت الامور لكده، هي اللي وصلت للتعصب لكده، ووصلت بعض الشخصيات للتعصب دوت، ان هم يقولوا حاجات مش مظبوطه. فعشان كده بقول لك لا السوشيال ميديا لا ليها تاثير كبير جدا. يعني انا عارف ان الكلام ممكن ما يعجبكش. لا خالص بالعكس، لا اعتقد ان مش بس في الرياضه الحقيقه، في حاجات كتيره جدا يعني كان ليها تاثيرات سلبيه. يمكن هو مش عيب السوشيال ميديا بقد ما هو عيب ان احنا ما كناش جاهزين للتعامل مع متغير زي السوشيال ميديا. في الفن ممكن تقول كده، وفي السياسه ممكن تقول كده، وفي الاعلام ممكن تقول كده. معلش ما فيش حاجه اسمها مش جاهزين، في حاجة اسمها أنا عندي استعداد أتقبل إيه وما أتقبلش إيه. أنا لو عندي استعداد أن أنا أتقبل الحسن مش هتقبل السيء. لكن أنا بتقبل السيء دلوقتي في السوشيال ميديا. النهاردة لما يطلع أي حد يروح أي خبر كده في السوشيال ميديا يشتم أو يهين أو كل الناس بتتقبل الكلام ده، مفيش حد بيرفضه للأسف. طب خلينا نرجع لجدران النادي الاهلي، مين اكتر حد من اللعيبه جوه النادي ارتبط اكرامي بيهم بعلاقه صداقه استمرت يعني نقول عشره عمر او فترات طويله؟ مين اكتر حد من المقربين لكابتن اكرامي داخل النادي الاهلي؟ ما هو بالنسبه لي غير شريف اكرامي طبعا. لا طبعا بالنسبه لي مش صديق العمر بس، صديق العمر واخ اكبر، هو يمكن مش اكبر مني بكتير يعني، بس اكبر مني برضه، أخ أكبر، صديق عمر، عشرة، عائليا، لأن أنا تقريبا ولادي مولودين على إيديه ولاده مولودين على إيديه. هو هقول بقى اللقب بقى كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. إيه اللي يعني إيه اللي خلاكم قريبين قوي من بعض؟ يعني هل في تشابه في الشخصية؟ هل في مواقف حصلت قربتكم أكتر من بعض؟ إيه سبب تميز العلاقة بين إكرامي والخطيب؟ ما تقدرش تقول في أسباب، مفيش أسباب، هو كان في تقارب روحاني. يعني أولا أنا علاقتي بيه، معلش بقى أنا هقول علاقتي بمحمود الخطيب أو بيبو ليس لها مصلحة في أي شيء، من زمان، من أيام ما كنا بنلعب. يعني هو كان نجم كلنا بنفتخر بيه، وأنا بحبه على المستوى الشخصي كإنسان، وبحبه على كلعيب. يعني يمكن سبب لي مشاكل كتيرة محمود الخطيب واحنا بنلعب. ليه؟ ازاي؟ هقول لك، يمكن كان في لعيبة بتزعل مني، يعني الخطيب كانت إصاباته كتير. فكان لما يرجع من الإصابة لازم
تدي له جرعه كده ثقه في نفسه، فكان ممكن يروح عامل كوره كده راح تروح داخله جول مش عارف ايه، فكانت اللعيبه بتتضايق منه يقول انك بتسيب له الحاجات دي يعني. لكن لا هو شخصيه صعب ان انت تتكلم عليه الا بكل خير. عموما النادي الاهلي متميز قوي في حته حراسه المرمى، يعني تقريبا يعني في حكم المؤكد انه حراسه المرمى في منتخب مصر تخضع دايما لحراسه المرمى في نادي الاهلي. حالات استثنائيه اللي ممكن طبعا يظهر منها حراس مميزين، انا مش بشكك في ان في حراس مميزين بيخرجوا من انديه ثانيه، بس على مدار تاريخ طويل جدا غالبا حارس مرمى النادي الاهلي بيبقى حارس مرمى منتخب مصر. اشمعنى الاهلي؟ يعني ايه اللي بيميز مدرسه الاهلي في حراسه المرمى؟ لا بص، عشان ندي الكل ذي حق الحق. كان في حراس على، انا هتكلم على ايامي. ايوه كان في على ايام حراس مرمى برضه جيدين كويسين وانضم لمنتخب مصر وكان ليا الشرف ان انا اتعامل معاهم. يعني في المنصوره كان سطوحي رحمه الله عليه، عرابي، حسن علي ربنا يديله الصحه، رحمة الله عليه، حسن مختار، عادل المأمور، ده تقريبا الجيل اللي أنا عصرته. بالنسبة أبو ليلى كان في الإسماعيلي وجي بعديه الله يرحمه علي أغا. يعني لا كان في حراس مرمى كويسين. خرشت في المحلة. طب خليني أقول لك، أنا في آخر مثلا 30 سنة مثلا يعني بشوف حضرتك، كابتن ثابت، كابتن شوبير، كابتن حضري، نادر طبعا دخل فترة شوية. لا على فكره خليل الشناوي انا ما حضرتش دول. ده انا قبل كده. لا وانا عارف يا كابتن طبعا. بس مش بعيد قوي يعني، بس انا اقصد لا بعيد قوي يعني مش بعيد قوي يا كابتن اكرامي برضه ما تكبرش نفسك، لكن اقصد اقول انه غالبا يعني غالبا ما بيبقى حارس مرمى النادي الاهلي هو الحارس الاول في المنتخب. بص ده ما يمنعش طول عمر النادي الاهلي مميز في لاعبته مش في حراسه مرمى بس. يعني انا اتذكر، انا بسالك عشان انت حارس مرمى فاكيد عارف مدرسه. اتذكر في 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 مره من المرات في منتخب مصر كان ال 11 لعيب اللي موجودين جوه الملعب كان منهم 9 نادي اهلي، وكان شوقي غريب والله يرحمه سعد الصيد. 86؟ لا مش 86 لا 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 قبل كده، قبل 86. انا 86 ما كنتش كنت كانت رجلي مكسوره وما لعبتش. كان الله يرحمه ثابت البطل الله يرحمه. فالنادي الاهلي طول عمره مميز في حراسه المرمى من زمان قوي. يعني لو نرجع بالذاكره في العصر الحجري بالنسبه للكوره في النادي الاهلي كان الله يرحمه عبد الجليل وعادل هيكل وبعدين مروان كنفاني وبعدين جيت انا وكان حازم كرم الله يرحمه وبعدين الله يرحمه ثابت البطل وبعدين عصام الحضري وبعدين شوبير وبعدين عشان شوبير ما يزعلش بس شوبير وبعدين عصام الحضري لا يعني ايه سلسال من حراس المرمى بيسلموا بعض الرايه. ولو حسبت عدد المباريات لمنتخب مصر في الخمسين سنه الاخرين هتبص تلاقي ان حراس مرمى النادي الاهلي تقريبا ليهم النصيب الاكبر ب 95% او 98% من المباريات. صحيح. طب بمناسبه كلامنا عن حراس المرمى، ما ترتب لي كده اهم 3 حراس مرمى في مصر حاليا من وجهه نظرك. والله بص يعني عشان ما بخسش حد حقه. ايوه. هنقول مثلا ايه؟ عصام الحضري. لا انا عايز حاليا بيلعبوا حاليا. ما انت كده بتحرجني. معلش يا كابتن اكرام. لا بص لازم اجيب جون برضو. بص هو في حراس مرمى كويسين في مصر خلاص. طبعا في الشناوي، في ابو جبل، في احمد الشناوي، في المهدي سليمان، في جنش، في الهاني سليمان، في عامر يعني مش عايز انسى حد يعني. انت نسيت خلاص يا كابتن. قولي شريف، لما اعلن قرار ان هو الموسم ده اخر موسم ليه مع النادي الاهلي، احنا قرينا تصريحات ليك انك انت ما كنتش يعني كما يبدو انه ما قالكش او ما اطلعكش على القرار ده قبل ما يعلنوا على الجماهير، رد فعلك كان ايه؟ بص انا سئلت في لحظه ما نزل شريف الكلام ده على الفيس. انا كانت بنتي وزوجتي كانوا في انجلترا، انت عارف انا بنتي زوجة رمضان صبحي كابتن رمضان بتدرس طبعا. هناك يعني ايوه. مش عارف ايه، فكانوا الاثنين هناك وكنت بكلمهم قدرا عادي في التليفون يعني على الواتس الفيس.
فبكلم زوجتي فلقيت بنتي بتبكي جنبها. ففي ايه؟ فبتقول لها يا ماما ده شريف منزل كذا 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 كذا. انا ما كنتش اعرف والله العظيم ثلاثه خلاص. فرحت قافل السكه وقلت لهم طب دخلت بقى وشفت اللي مكتوب والكلام ده. كلمت شريف. لا قبل ما تكلم شريف لما قريت الكلام اللي مكتوب ده كان احساسك ايه؟ يعني بالنسبه لي صدمه. صدمه فعلا بامانه يعني، لان صعب ان انا اشوف النادي الاهلي من غير شريف الا في حاله اعتزاله. فكانت صعبه بالنسبه لي الجزئيه دي. اتضايقت ان هو ما كانش مناقشك في الموضوع، مش واخد رايك؟ لا بص، شريف مش عايز اقول كتوم، لكن بيفكر كويس قوي قبل ما ياخد القرار، وبيحسبه كويس قوي، وبيقعد ممكن يومين وثلاثه واربعه وخمسه يفكر فيه، يعني ما بيبقاش وليده الصدفه. مش قرار مش انفعالي. انفعالي او لا 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 خالص خالص. يعني شريف الحمد لله دماغه مترتبه كويس قوي وشخصيته قويه، ويعني بيعرف ياخد القرار في الوقت المناسب بالنسبه له. ولو كان جالك في الوقت ده وخد رايك كان كنت هقول له لا؟ كنت هتقول له لا الا في حاله ان هو يقنعني. لما هو بعد كده لما قلت لك ان شفت الكلام ده وحاولت الاتصال بيه تليفوناته مقفوله، تاني يوم تواصلت معاه. فجاء قعد معايا وشرح لي القصه كامله بقى ليه هو خد القرار ده. انا بيني وبينك انا من جوايا حزين انه هيسيب النادي الاهلي، لكن هو شايف ان مصلحته في ان هو يسيب النادي الاهلي في التوقيت ده، لانه شايف انه قادر يدي، لكن الظروف مش مواتيه ليه في النادي الاهلي في الوقت الحالي في وجود محمد الشناوي. ايوه راجل بيلعب والنادي الاهلي ماشي وبيكسب وكل حاجه بغض النظر عن ايه اللي ممكن يحصل، لكن هو ماشي. ما تقدرش تقول لا. قول. لا كمل، عايز تقول حاجه كمل. فلما قعد معايا وشرح لي عارف اقتنعت. اقتنعت. بس من جوايا برضو في حته غصه كده، يعني عارف حته الم موجوده وما زالت موجوده على فكره، يعني ما راحتش. طب بالنسبه لرمضان كلام كتير بيتقال على فكره انه الافضل لرمضان انه يكمل تجربته اللي توقفت لسبب او لاخر يعني، والاهلي كان يمكن محتاجه السيزون ده والسيزون اللي فات بشكل كبير جدا. وناس تانية بتقول انه رمضان مع الاهلي فورمه تانية، يعني خرج من قبل ما يروح حتى ستوك سيتي كان فورمه عاليه جدا، راح انجلترا تقريبا تراجع مستواه بشكل كبير، ما لعبش ما خدش فرصته بشكل كامل، رجع الاهلي مره تانية ابتدى رمضان يستعيد جزء كبير من مستواه، بطوله الشباب بالحقيقه قاد فيها المنتخب استعاد جزء كبير جدا من رونق رمضان صبحي، والجماهير الاهلي الحقيقه بتشوف ان هو لعيب كبير. رايك ان رمضان افضل له يكمل مع الاهلي لو الاهلي قرر انه يشتريه، ولا الافضل ليه انه يخوض التجربه بره؟ اصل انت بتحطني في موقف دلوقتي بتقول ان النادي الاهلي ما بالتاكيد ليك راي يا كابتن، يعني بالتاكيد انت ليك راي. ايوه ما انا هقول لك رايي. اتفضل. اصل انت بتقول ان النادي الاهلي لو فضل انه يشتريه. ما لو النادي الاهلي اشتراه خلاص. انت شايف الافضل لا الافضل لرمضان انه يكمل بره. يكمل بره. طبعا. رمضان وصل من النضج تقريبا لمرحله كبيره جدا، مرحله كويسه قوي بالنسبه له. فانا شايف ان رمضان دلوقتي قادر ان هو يلعب في اي حته في اوروبا. خلاص هرجع بس جزئيه صغيره بتاعت ستوك سيتي. اتفضل. هو لما رمضان راح ستوك سيتي كان لسه لعيب صغير، ما كان لسه ما اتعودش على الاجواء بتاعت الدوري الانجليزي الاحتراف او الدوري الانجليزي. يعني حبيبي لا الاجواء هناك صعبه جدا. يعني انا رحت هناك وشفت الماتشات، لا صعبه جدا، كان لسه صغير. خلاص لكن السنه اللي فاتت كان الراجل بتاع هيدرسفيلد المدير الفني حطه نمره واحد بالنسبه له، لكن اصيب قبل الدوري ما يبدا تقريبا بحوالي 10 ايام تقريبا في ركبته. فقعد فتره طويله يتعالج لغايه اما خف، كان خلاص الناس استقرت على الفرقه بقى. أيوه. وعمل التشكيل بتاعه، فكان صعب ان هو يخش ياخد فرصه. خلاص عشان كده لما اتعرض عليه ان هو يجي النادي الاهلي اعاره، على فكره انا ما حدش كان كلمني في حاجه يعني. أيوه. ولا حد كلمني بخصوص رمضان في شيء يعني، مع ان انا كنت موجود عنده في الوقت ده في انجلترا. وافاجئ ان هو بيروح الاوضه الثانيه او يطلع فوق الدور الثاني يتكلم في التليفون ومش عارف ايه والكلام ده، وبعدين ينزل
انا ما بحبش اكون متطفل يعني، انت عايز تقول لي حاجه اقولها، مش عايز تقول لي مش هسالك يعني. وبعدين عرفت بقى، ده عرفت قبل ما يسافر يجي مصر ب 48 ساعه مع اني كنت قاعد معاهم هناك يعني. المره الثانيه بقى خلاص هو موجود في النادي الاهلي، والنادي الاهلي عايز يكمل لان هو شايف ان رمضان مفيد بالنسبه له، فعشان كده كمل معاه الاعاره السنه دي كمان. بمناسبه كلامنا على الاهلي، الاهلي عنده ان شاء الله ان شاء الله 3 ماتشات مهمه قبل نهائي افريقيا مع الوداد المغربي، وان شاء الله باذن الله بعد ما يجتاز الوداد يوصل لماتش النهائي. شايف فرص الاهلي ايه السيزون ده بالنسبه انه يحقق بطوله افريقيا يا كابتن اكرامي؟ لا فرصنا كبيره قوي، حتى رغم التوقف بسبب الكورونا الاربع شهور. ما هم كلهم، ما كل العالم توقف مش احنا بس. ما بص، ما هي دي بقى ايه الجزئيه المهمه في الحديث. هل التوقف بالنسبه لي ضرني؟ اه ضرني. طب ما هضر الناس الثانيه برضه. يعني المغرب برضه كان النشاط متوقف بس فيها، بس عجله الاهلي كانت ماشيه كويس قوي. في ناس كتير جدا يقول لك لما العجله بتقف بيبقى نوع من انواع الباد لك، او يعني مش مع النادي الاهلي، مش مع الاهلي. ها لا مش مع النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي طول عمره بلاعبته بادارته بجهازه الفني لا قادرين ان هم يكملوا المسيره. أيوة. ده على طول كان بيحصل الكلام ده يعني، على ايامنا برضو كان بيحصل توقفات كده لكن بنرجع احسن من الاول. فانا شايف، وخصوصا يعني بغض النظر عن النتائج في المباراتين الوديتين اللي اتلعبوا دول، سموحه والجونه، انا شايف ان يعني بدانا نخش في الفورمه بتاعتنا اللي توصلنا ان احنا نحصل ان شاء الله على بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. فايلر رايك فيه ايه؟ ماشي بخطة كويسه قوي. وعلى فكره انا ما اتعاملتش معاه، لكن عن طريق شريف ورمضان يعني، لا بقول لك راجل كويس قوي ومحترم جدا وبيحب شغل قوي، وما عندوش استعداد انه يخسر عشان حد. ودي مهمه جدا، ما عندوش استعداد يخسر عشان حد. يعني ايه عشان حد؟ يعني عشان يجامل فلان على فلان او يسمع كلام لا ده الكلام اللي واصلني عنه يعني. انه راجل، لا راجل محترم جدا وماشي بخطى كويسه وعايز يعمل حاجه للنادي الاهلي. حراسه المرمى كاسلوب، انا هسال بقى حارس المرمى اكرامي دلوقتي، حراسه المرمى كاسلوب اتغيرت كتكنيك كامكانيات حراس مرمى؟ بتشوف مين من الحراس حتى بره مصر، الحراس العالميين، مين بالنسبه لك بتشوفه نموذج لحارس المرمى؟ يعني يمكن اختلف مع الناس كتير قوي في اللي هقوله دوت. نوير مازال بالنسبه لي احسن حارس مرمى في العالم. بغض النظر عن اليسون والكلام ده، لا انا شايف ان نوير يمكن ظروف الاصابه بتاعته اثرت عليه شويه. لكن مش معنى ان الاصابه تاثر عليه شويه ان احنا نغفل امكانياته وتاريخه، لا. ايه امكانيات حارس المرمى كابتن اكرامي اللي تلفت نظرك؟ يعني الناس دايما في الكوره مثلا يقدر يقول لك المهاجم ده عنده امكانيات راس الحرب، اللعيب ده عنده امكانيات صانع الالعاب. بالنسبه لحارس المرمى بنشوف ساعات مثلا حد يقول لك طول القامه، فكره اللياقه والمرونه، رغم ان احنا مثلا بنشوف حارس مرمى زي كاسياس مثلا لو بالمواصفات دي لا يتمتع باي حاجه تؤهله يكون من الحراس الكبار، لكن اصبح حارس كبير جدا. من وجهه نظر كابتن اكرامي ايه هي مواصفات حارس المرمى المثالي؟ بص، هو طبعا الطول المناسب بالنسبه لحارس المرمى ده حاجه اساسيه. خلاص، القوه الجسمانيه بالنسبه له او التكوين البدني بالنسبه له، دي الحاجتين الاساسيين بالنسبه لحارس المرمى. خلاص، الى جانب بقى الموهبه الفطريه اللي ربنا بيحبيه بيها، لان حراسه المرمى ديت موهبه فطريه. في حارس مرمى موهوب وحارس مرمى مصنوع. خلاص، حارس المرمى الموهوب ده باقل كميه من التمرين يقدر يؤدي بشكل جيد. حارس المرمى المصنوع لازم يكون فت 100% عشان يقدر يؤدي. خلاص، لو الامكانيات البدنيه بتاعته او اللياقه البدنيه بتاعته قلت شويه هيتكشف بقى، لان ده مصنوع وده موهوب. وبالنسبه لك انت شخصيا، مين المدربين اللي اثروا فيك في مشوارك؟ يعني اللي كانوا بيمرنوا كابتن اكرامي وحسيت ان هم كانوا اصحاب بصمه في مستوى كابتن اكرامي؟ كمدرب حراس مرمى ولا كمدرب حراس مرمى؟ مدرب طبعا. يعني مش ممكن ما اديش حق ورحمه الله عليه حازم كرم، ان حازم كرم ده اول مدرب
مرني في النادي الاهلي، وكابتن حسن مختار رحمه الله عليه في منتخب مصر، وفكري صالح برضه في منتخب مصر. يمكن دول الثلاث مدربين اللي كان ليهم بصمه او تاثير في امكانيات اكرامي كحارس مرمى. كنت متوقع انه بعد المشوار الطويل اللي قضيته في، يعني وانت داخل النادي الاهلي، بيتهيألي انه اي لعيب بس حلمه بيكون في البدايه انه يلبس تيشرت النادي الاهلي، لكن كنت متوقع انك انت يكون يعني مشوار عمر، كنت متوقع انك انت تحقق كل الانجازات دي وتكون من الاسماء الكبيره جدا اللي سابت تاريخ كبير في النادي الاهلي؟ ما افتكرش ان في لعيب اول ما بيخش النادي الاهلي بيفكر في الكلام ده. لا، لان النادي الاهلي ليه رهبه في البدايه، ليه رهبه، وبعدين هي بقى بتبقى يعني ايه نصيب من عند ربنا. طب تسمح لي هرجع للنقطه دي، بس عايزك في حد بيحبك قوي معانا على التليفون، فعايزك تقول له الو، ترد عليه وتاخد التليفون ده. الو منور. الو منور يا اسطوره، حبيب قلبي. انت عرفت على طول كده؟ طبعا طبعا. نورنا كابتن شريف. انا قلبي رفرف اول ما اسمع صوته. ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض. اهلا بيك كابتن شريف. طبعا انا سعيد ان انا داخل على قناه الاهلي بعد الشكل الجديد الرائع اللي احنا كلنا افتخرنا بالظهور ده امبارح، وانا سعيد جدا كمان بوجود كابتن اكرامي على شاشه قناه الاهلي بعد فتره طويله جدا من عدم الظهور، وبهنيك يا احمد بشكل شخصي على البرنامج، واتمنى لك ان شاء الله يعني. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك كابتن شريف. احنا بس يعني اخرنا المكالمه شويه لغايه لما تخلص تمرين. بالظبط، ميعاد التمرين ده انا يا دوب لسه قلت لازم الحقه، بس يبقى مش هلحق اتفرج. كانت تمرينه كويسه اهم حاجه؟ الحمد لله كانت تمرينه، يعني كان عندنا ماتش امبارح فالامور كانت النهارده هاديه. انت اسم كبير وابن الاسم كبير في مجال حراسه المرمى يا شريف. بداية طبعا يهمني اعرف، يعني اكيد طبعا كابتن اكرامي بالنسبه لك اب وقدوه ومثل اعلى، بس يهمني اعرف يعني من البدايات كده ازاي كنت بتبص لكابتن اكرامي، وكابتن اكرامي اسم كابتن اكرامي بيمثل لك ايه؟ شوف انا هقول لك بمنتهى الامانه، انا في امور كتير ما كنتش ما استوعبتهاش غير لما كبرت ونضجت، وكمان لما لعبت نفس اللعبه وقفت في نفس المكان، في امور كتير قوي انا ما كنتش مدركها وانا صغير. كنتش مدرك يعني ايه شهره، كنتش مدرك يعني ايه حب ناس، كنتش مدرك يعني ايه ضغط في تلعب في شغلانه، يعني زي العمل العام بالظبط، وفي جماهير انت متحمل مسؤوليتها وبتنتقد وبتفرح بيك وبتزعل منك، الكلام ده كله انا ما كنتش مدركه لما قررت ان انا العب كوره. في البدايه انا كنت ببقى زي اي ابناء لعيبه الكوره، كنت بروح مع ابويا بلاقي الناس بتشاور له وبركب معاه، ما كنتش فاهم، كنت فاهم الكلام ده كله غير لما اتحطيت فيه وحسيت بقيمته جدا لما عشته اكتر، غير لما كنت انا مجرد بس بروح معاه وبتحرك وبروح معاه التمرين وبشوف هو بيتعامل مع الناس ازاي. لا طبعا بالنسبه لي لما كمان حطيت نفسي مكانه ولقيت نفسي ابني ممكن اكون انا بتفرج عليه وهو بيلعب، حسيت قد ايه الموضوع ضغط نفسي شديد جدا اكتر من الضغط النفسي اللي انت بتتعرض له وانت بتلعب. فحضرته بصراحه ان هو الحمد لله لسه واقف على رجله لحد دلوقتي وربنا يطول في عمره يا رب يديله الصحه دايما. طبعا يعني ودايما هي الحاجه، بعيدا بقى عن اكرامي اللعيب اللي الناس بتحبه، هو بالنسبه لي البركه والظهر والامان والسمعه الكويسه والقلب الطيب وكل حاجه انت ممكن تتمناها تكون في والدك. انا مش بقول الكلام ده فعلا كلام يعني شعارات، انما دي حقيقه وانا صادق جدا فيها، وبنتهز اي فرصه سواء بيني وبينه او لما يبقى في مداخله زي دي ان انا بحاول ان انا اديله جزء من حقه عليا. بس هو كان لسه معانا دلوقتي من دقايق بسيطه جدا بيقول ان هو قرارك او اعلانك عن رغبتك في ان الموسم ده يكون الاخير ليك مع النادي الاهلي كان سبب في صدمه بالنسبه له على حد تعبيره يعني. اكيد طبعا، اكيد انا كنت متخيل، وعشان كده كنت بحاول ان انا اخليه بعيد خالص عن الصوره، عشان اول حاجه انا عارف ان انا ابويا عاطفي شويه وانا مش معنى برضو مش مجرد من المشاعر، انا كمان عندي نفس العاطفه، بس احيانا لما بتيجي تاخد قرار انا ما بحبش تخلط العاطفه بالعقل. فبالتالي انا هو خد الصدمه زي وزي الناس، وانا للامانه قعدت بعد الموضوع بفتره قعدت برضو الموضوع مش سهل عليا خالص، بس احيانا انت عشان تنهي علاقه بشكل محترم وتنهي علاقه طويله ممتده عبر اجيال كتير بتبقى محتاج ان انت تختار التوقيت والطريقه اللي تحترم بيها المكان وتحترم بيها مشاعر الناس اللي عملتك وعملت اسم العيله كلها. انت هنا جه القرار يعني. انت صاحب مشوار طويل، واعتقد انه مشوار ناجح سواء في تجربه احترافك في هولندا او رجوعك لمصر وحراسه مرمى النادي الاهلي، دوافعك بالتاكيد كانت محسوبه.
واهدافك من وراء قرار زي ده مهم جدا تبقى معروفه للناس. اهم طبعا وانا صرحت الناس واتكلمت بمنتهى الصدق، الموضوع ما كانش فيه اي دبلوماسيه كعاده الناس اللي متعوده مني على الدبلوماسيه، لا انا اتكلمت بمنتهى الصراحه وبمنتهى الصدق، وعشان كده الكلام وصل للناس، واعتقد ان الحمد لله ان يعني ان رد الفعل كان ايجابي والناس احترمت القرار ده وما كانش فيه اي تعليقات. ممكن توجه رسالة للجمهور النادي الأهلي اللي بيتابعك وبيتابع كابتن إكرامي وبيتفرج على القناة دلوقتي، تحب تقولهم يا كابتن شريف؟ أنا بقول لجمهور النادي الأهلي أنتوا السند الحقيقي لكل حد بينتمي للنادي الأهلي، وأنتوا الدرع والسيف بتاع النادي على مر كل العصور وكل الأجيال. نداء خاص الفترة اللي جاية تحديدا السنتين اللي فاتوا والفترة اللي جاية، أنتوا دوركم مهم جدا جدا وليكوا تأثير قوي جدا جدا على النادي على في كل المستويات. احنا دلوقتي بنلعب في فترة من غير جمهور وبقالنا فترة طويلة، والسوشيال ميديا والامور اللي حواليها كلها بقت بتلعب دور قوي جدا في التأثير لإعطاء مؤشر للنادي ونجاحه. فأتمنى ان انتوا تبقوا دايما داعم للنادي ودايما في ظهره، ويحصل فول سبورت لكل منظومة النادي الأهلي، سواء المنظومة الإعلامية والمنظومة الفنية والمنظومة الإدارية، لان النادي الاهلي دايما قدر ان هو فيه تحديات كتير، والتحديات دي عمره ما هيقدر يواجهها الا لو معاه الدرع والسيف بتاعه هو وجمهوره. واتمنى ان شاء الله دايما الدعم ده يفضل متواجد وما يتاثرش، والناس ما تديش ودنها لاي حد ممكن بيكون عايز يهدم النادي الاهلي او عايز يفرق صفوف النادي الاهلي، لان في الاخر انتوا الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش على مر الاجيال. اللعيبه بتتغير والادارات بتتغير وكل حاجه بتتغير، والجمهور هو اللي ثابت. فاتمنى ان ده يكون وصل بكل اللي انا اقصده. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسه، ومبسوط دايما ان انا بسمع صوتك كابتن شريف اكرامي. تحب تقول حاجه في نهايه المداخله دي لكابتن اكرامي قبل ما نقفل؟ يلا حبيبي ابو علي. شكرا كابتن شريف، الف شكر، بشكرك مره تانية. بالمناسبه الحقيقه أول ما قالوا لي إنه كابتن إكرامي هيكون ضيفنا في السادسة في أول حلقة، طبعاً في حاجات كتيرة جداً كنت محتاجة أدردش معاك فيها في الكورة، لكن مش ممكن أبداً ما أسألكش على تجربة التمثيل. يعني أنت قدمت على الرغم إن هم كانوا عدد بسيط جداً، بتهيألي فيلمين رجل فقد عقله و يا رب ولد، صح؟ في حاجة تانية؟ أربعة. بس أربعة. الفيلمين دول أنا بالنسبة لي أنت كنت فيهم بصراحة أسطورة ومبشر جدا، ولغاية النهاردة الناس لما بتتفرج عليهم ما بتقدرش تنسى كابتن إكرامي الممثل. إيه؟ ليه سبت المجال ده؟ لا بص، أنا دخلت المجال دوت عشان أنا كنت بحب السينما، لأن إحنا في الوقت في وقتنا في السبعينات والثمانينات كانت المتنفس بالنسبه لنا هي السينما بس. المسرح ما كان صعب بالنسبه لنا عشان بيبقى فيه سهر يعني. أيوة. فكان المتنفس الوحيد بالنسبه لنا السينما. غير دلوقتي، انت عندك دلوقتي حاجات كتير قوي ممكن تشغلك وممكن تاخدك وتروح هنا وتروح هنا، لكن في وقتنا ما كانش غير السينما. تمام. لما اتعرض عليا الشغل في السينما، مين اللي عرض عليك؟ محمد عبد العزيز المخرج. يعني انا في يوم خارج من التمرين متعفر ومطرب وعرقان، ولقيت واحد مستنيني على السور بيقول لي كابتن عايزك اتكلم. واحد اهلاويه كبار بيتهيألي. طبعا محمد عبد العزيز وعمر. الاثنين اهلاويه ما شاء الله عليهم. فعايزك. فقلت له طيب استناني في الجنينه. اخدت دش وغيرت هدومي ورحت الجنينه، قعدت معاه، عرفني بنفسه بقى. انت ما كنتش تعرفه؟ لا خالص، ما كنتش تعرفه خالص يعني. فقال لي دلوقتي في فيلم، والفيلم دوت مكتوب لإكرامي حارس مرمى النادي الأهلي. خلاص. ففيلم يعني، وانا بحب السينما ايوه وبروح ادفع جاي لغايه عندك. وبعدين ده انا بخش مره يعني في اليوم مثلا ممكن اخش السينما مرتين، اخرج من هنا اخش هنا يعني. ايوه. وبعدين فوجئت ان انا هشتغل مع مين. الله يرحمه بقى فريد شوقي، عادل امام، ماما كريمه، سهير رمزي، اللي كنت بدفع فلوس واقطع تذاكر واقعد بالساعتين اتفرج عليهم. فانا وافقت على طول. أيوة. بدون نقاش. وبعدين لما عرض عليا الحدوته بقى لقيتها تقريبا يعني ايه، مش هتبذل فيها مجهود قوي، هي شخصيتي. انا الشخصيه المرحه، بحب اعمل مقالب ومش عارف ايه. على فكره كنت بعمل مقالب في ابويا يعني رحمه الله عليه، وكنت بتضرب منه باخد كل علقه وعلقه يعني. بس شريف بيعمل فيك مقالب ولا
لا شريف، لا شريف يخضني، شريف يخضني، لكن مقلب لا لا يخضني. لا بس ممكن يعمل فيا يعني مقلب، ايه يقع قلبي في حاجه مش عارف ايه الكلام ده. فلما اتعرض عليا الكلام ده لا وافقت على طول. وبعدين يعني الله يرحمه فريد شوقي عضو عندنا في النادي من زمان، كنت بشوفه في التمارين وبشوف في النادي كتير. بس انت ظهرت في دويتو كمان مع عادل امام في الفيلم ده، وكانكم بتمثلوا مع بعض او عارفين بعض من زمان يعني. هم اللي وصلوني لكده. سواء عادل، انا طبعا بكن له كل احترام طبعا، وفريد الله يرحمه، وماما كريمه، يعني دول اللي كان شغلي معاهم يعني. يمكن سهير رمزي كان شغلي معاها قليل قوي يعني. أيوة. هم اولا كلهم اهلاويه. يعني انا لما اشتغلت مع الكاست دوت من اول المخرج لغايه عامل الاضاءه ولا كلهم اهلاويه. فكانوا بيساعدوني ووصلوني لمرحله ان انا ما قلقش من حاجه وما اخافش من حاجه. وليه قررت تبعد عن مجال التمثيل؟ ما السينما ما ضافتليش حاجه. انا دخلت حاجه بحبها، اشبعت رغبتي فيها، خرجت منها ما فشلتش الحمد لله. عملت ادوار كويسه وادوار كلها محترمه ومعلقه في دماغ الناس لغايه دلوقتي. لكن ما ضافتش. انا لعيب كوره، حارس مرمى، صعب ان انا هبقى ممثل او يبقى دي مهنتي. انا طبعا بنام بدري وليا نظامي والحاجات دي كلها. اسئله كابتن اكرامي وترد عليا بخساره شديد جدا، او لا، ندمان على اي حاجه حصلت طول مشوارك؟ خالص خالص. لو رجع بيك الزمن تحب تغير اي حاجه من اللي حصلت في مشوار كابتن اكرامي؟ هختار نفس الخط اللي انا اخترته. راضي عن اختياراتك وقراراتك جوه جدران النادي الاهلي؟ الحمد لله الحمد لله. تتمنى ان شريف اكرامي يرجع مره ثانيه ينضم او يلبس تيشرت النادي الاهلي؟ اتمنى من كل قلبي ان يختم حياته في النادي الاهلي زي ما انا عملتها. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، وكل سنة وحالك طيب. ويعني تسمح لي تختم انت اللقاء الجميل ده مع جمهور النادي الاهلي، تحب توجه لهم كلمة في برنامج السادسة، تقول لهم ايه؟ اقول لهم زي ما شريف قال ان انتوا السند الرئيسي للنادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي، وطول عمرنا كنتوا انتوا السند، وانتوا اللي عملتونا، وانتوا اللي وقفتوا جنبنا، وانتوا اللي شلتونا على كتافكم. فاتمنى من ربنا يا رب ان انتوا تستمروا على هذا المنوال، ونبعد عن التعصب الأعمى اللي هو بيوصلنا لحاجات مش كويسة. واتمنى إن شاء الله أن الفترة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي تكون أنتوا في ظهر النادي الأهلي وفي ظهر لعيبة النادي الأهلي لتحقيق البطولة الأفريقية إن شاء الله. وكل سنة وأنتوا طيبين، وما تاكلوش لحمة كتير بقى. نورتنا يا كابتن إكرامي، بشكرك شكرا جزيلا تشريفك لينا. كل سنة وحضرتك طيب. بشكر حضراتكم على متابعتنا في أولى حلقات السادسة، مستمرين مع حضراتكم على مدار أيام الأسبوع من الحد للخميس كل يوم الساعة السادسة مساء. تابعونا، بشكر حضراتكم ونشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة والسادسة مساء.